صليب الأحمر خدهم وهو بيتحرك. ما احنا برضو كنا قلقانين وممكن تحصل اي حد في نص يقوم ضارب طلقه للكوميشنه. انت ماشي في حرب شوارع. القوات بتاعتنا الخاصه وهنتكلم عن جي اي اس راحت موقفه الناس في الطريق قال له انزل هاتوهم. عشان كده كان المؤتمر او الاجتماع بتاع المجلس الاعلى للقوات المسلحه كانت رساله. دخلت عناصر الصليب الاحمر استلمت الولاد الجماعه اياهم بقى ما ضربوش نار ليه؟ ما دافعوش دافع ايه؟ انا مش جاي في حرب انا جاي اتدرب. بالتالي اتاخدوا راحوا مع الصليب الاحمر كانوا رايحين لمكان اخر. في النص دخلت قوات الجي اي اس يا راجل ده اتضرب على البعثه الامريكيه 100 طلقه. كان تصرف سريع وراحت موديهم مكتب الملحق العسكري واصبحوا تبعنا لحد ما جبناهم. جميع ولادنا رجعوا سالمين لم يخدش واحد. تعالى بقى نتكلم على جزء جديد وهو رجال الظل. رجال الظل كل مخابرات عامه في العالم بتبقى لها قوات نخبه يعني احنا عندنا 3 7 وثلاث ساعات. بانها لما يبقى في رهائن في مبنى بتاع بتحل هذه الرهائن. 3 ساعات لما يكون في طياره مختطفه او بتاع وتابع القياده العامه للقوات المسلحه مباشره. تحدث حدث اطلع 3 7. الخبرات العامه بتاعتنا عملت الجي اي اس اللي هي الجنرال انتليجنس سيرفيس. الولاد دول عملوا اول عمليه لهم كانت هشام عشماوي. هم اللي راحوا جابوه من ليبيا عملوا حاجات عمليات كتيره جدا مش هنتكلم على انما دول كان لهم دور رئيسي في تحرير قواتنا اللي موجوده في السودان في الفتره اللي فاتت. العناصر دي كانت موجوده طبقا لبروتوكول بين قضيه الدوله السودانيه لتدريب مشترك وده امر مهم قوي ان احنا يبقى واضح لينا كلنا مش لينا احنا كعسكريين لا واضح لينا احنا كدوله ان الناس تبقى فاهمه ان الناس كانت موجوده هناك ليه؟ ابدا ده مهم انا باكده ابدا مش لصالح تقليب حد على حد او دعم حد على حد لا ده كلام مش مظبوط انا باكده ليكم وانتوا عارفينه لكن باكد ليكم وباكده اللي ممكن يكون عايزين ممكن يسمعنا لا قواتنا ما كانتش موجوده هناك وهي قوه رمزيه للتدريب مع الاشقاء في السودان فقط وليس ابدا ان هي تدعم حد ضد حد.